السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعينا الكرام داخل وخارج أرض الوطن. وقبل الدخول في موضوع اليوم وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، أتقدم بأسماء عبارات المحبة والصدقة والأخوة، متمنيا للجميع سنة سعيدة، داعيا من المولى عز وجل أن يرفع عنا الوباء والغلاء وأن يعيد البسمة إلى الملايين من الجزائريين التي البسمة التي افتقدوها في السنة المنقضية. آمين يا رب العالمين. ولا تنسوا بطبيعة الحال الانضمام إلى قناتنا، قناة فنك أسبور، وهذا بتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. متتبعي الدولي الجزائري رياض محرز كانوا نهار اليوم السبت على موعد مع مباراة مثيرة جمعت رياض الذي يلعب كما يعلم الجميع بألوان ألمان سيتي مع فريق المدفعجية فريق الأرسنال، وانتهى اللقاء بفوز فريق ألمان سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة لعبت بملعب الإمارات بملعب معقل فريق الأرسنال، فوز حافظ من خلاله فريق المان سيتي على فرق النقاط الثمانية التي تفصلها عن المطارد فريق تشيلسي. وكان رياض محرز من جديد واحد من بين أحسن اللاعبين فوق الميدان، وقدم مباراة ولا أروع، سجل من خلالها هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، أكد من خلالها الدولي الجزائري رياض محرز علو كعبه في فريق ألمان سيتي، ويضع من بين أحسن نجوم هذا الفريق الذي يسير بخطى ثابتة لاسترجاع لقب البريمير ليج الذي ضاع من أيدي زملاء رياض محرز الموسم الماضي حين توج به فريق ليفربول. والعودة لهذا اللقاء، نشير أن فريق أرسنال كان قد افتتح باب التسجيل عبر اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 31، وعد كما سبق التذكير الجزائري رياض محرز دقيقة 54 من ضربة جزاء قبل أن يسجل اللاعب رودريجو هدف الانتصار لفريق السيتي في الوقت بدل الضائع، في الوقت في الدقائق في الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير إلى تعادل هدف مقابل هدف. ويعتبر الهدف الذي وقعه رياض محرز هو الأول له هذا الموسم في السنة الجديدة، وبذلك يدشن سنة 2022 بهدف نتمنى أن يكون هذا الهدف فال خير على نجمنا الكبير رياض محرز الذي يعتبر فخر الكرة العربية والأفريقية، ويضعه كذلك من بين أحسن الأسماء على الصعيد العالمي، وهو اللاعب الذي حل في المركز 20 خلال في المركز 20 في تتويج الكرة الذهبية العالمية الأخيرة. وبالعودة إلى إنجازات رياض محرز في السنة المنقضية، كانت هي سنة المكاسب بالجملة للعب رياض، غير أن الحظ أدار له ظهره في المناسبة الأغلى بالنسبة له، ويتعلق الأمر بمسابقات رابطة الأبطال الأوروبية التي خسرها فريق المان سيتي في 29 من شهر ماي الماضي أمام فريق نادي تشيلسي بهدف يتيم، ليضيع بذلك فرصة دخول التاريخ من أوسع الأبواب، كونه كان سيصبح الجزائري الثاني الذي يتوج بهذه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ربح مازر في 1987 رفقة نادي بورتو.
وأسهم رياض محرز خلال هذه السنة في وصول النادي أو في أقول في السنة المنقضية في وصول النادي السماوي لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري الأبطال بعد ثلاثيته في مرمى باريس سان جيرمان في المربع الذهبي، فضلا عن هدفه الحاسم في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني في الدور الربع النهائي. ولو أنه فشل في التسجيل في اللقاء النهائي الذي لعبه كأساسي وكاد من خلال أن يعاد عادلنا النتيجة في الوقت بدل الضائع كما نتذكر جميعا، أي بعد أن في الدقيقة 90+5 حيث مرت تسديدتي فوق العارضة الأفقية بقليل، ولم يتأخر بعدها حكم اللقاء لإنهاء اللقاء المباراة بتتويج فريق تشيلسي. وحصد محرز منذ انتقاله إلى إنجلترا كل الألقاب الفردية والجماعية، ولم يعد ينقصه سوى التتويج بمسابقة رابطة الأبطال الأوروبية، وهو ما نتمناه للاعبنا الكبير هذا الذي السنة ليحمل ذات الأذنين ويتوج بها، وهو الحلم الذي يراود رياض محرز ليدخل ضمن خانة الأساطير في القارة السمراء، كونه قد حاز من قبل على لقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك في إفريقيا، وفضلا عن تتويجاته المختلفة مع المان سيتي. جدير بالذكر أن سنة 2021 التي ودعناها أمس الجمعة كانت مميزة بالنسبة لرياض محرز على المستوى الدولي أيضا، حيث قاد المنتخب الوطني الجزائري لبلوغ الدور الأخير المؤهل لمونديال قطر، كما أسهم في الوصول بالمنتخب الوطني إلى العرس القارب الكاميرون، وهو العرس الذي سينطلق في 9 جانفي الجاري بالكاميرون، وكل هذا بفضل الأهداف الكثيرة التي سجلها ابن الجزائر فضلا عن تمريرات الحاسمة التي جعلته الأحسن دون منازع. وفي ذات السياق كانت صحيفة مانشستر إيفينينغ قد نشرت تقريرا مطولا في عددها الصادر في نهاية السنة المنقضية، تحدثت فيه عن تغير خطط المدرب المان سيتي بيب غوارديولا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وتراجعه عن فكرة ضم مهاجمين جدد بالنظر لتألق ابن الجزائر رياض محرز في تشكيلة المان سيتي. وجاء في التقرير غوارديولا تراجع عن فكرة ضم لاعبين جدد، مضيفا تألق رياض محرز اللافت وتسجيله لأزيد من 10 أهداف ليكون أفضل هداف في الفريق كان سببا مباشرا فضلا عن تحسن مستويات ستيرلينغ. وتابع كاتب التقرير يقول محرز هو اللاعب الوحيد من التعداد الحالي للمان سيتي الذي نجح في تسجيل أزيد من 10 أهداف في كل موسم. وفي ظل التألق اللافت للدول الجزائري رياض محرز وعودته القوية خلال المباراة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا، فقد عدل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من خططه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتراجع عن استخدام لاعب أو لاعبين في خط الهجوم. وقبل يومين من نهاية السنة المنقضية 2021 خص رياض محرز جريدة مانشستر سيتي إيفينينغ بحوار مطول تطرق من خلاله عن بدايته الأولى في مشواره الكروي سواء مع المنتخب الوطني الجزائري أو مع فريقه المان سيتي. وكشف رياض محرز عن أجمل اللحظات التي عاشها سواء مع الخضر أو مع المان سيتي، وعاد بالذاكرة إلى ذلك اليوم الذي خاض في أول مباراة مع المنتخب الوطني الجزائري خلال شهر مايو من سنة 2014 حين لعب أول مباراة دولية مع المنتخب الجزائري أمام المنتخب الأرميني في لقاء ودي استعدادي لمونديال البرازيل في مباراة لعبت بمدينة أو لعبت بسويسرا، واللقاء وهي المباراة التي قال بشأنها رياض محرز إنها لحظة لن تنسى من ذاكرتي.
وعن ذكرياتي في الدور الفرنسي الممتاز رفقه نادي لوهافر قال رياض: لما كنت في لوهافر كنت اتابع دروغبا وريبيري في الدور الفرنسي الممتاز، والان وبفضل الله تعالى حصل لي الشرف وان قابلتهم وجها لوجه. أما عن طفولته قال رياض: كنت أبحث عن أي ملعب قريب لأمارس فيه كرة القدم، وأبي رحمه الله يقول: رياض كان سندي الوحيد، كان ينقلني إلى الملعب الكبير بحين بصراحة إنها أفضل ذكرياتي، ذكريات لن تمحى من ذاكرتي. وأضاف يقول ابن الجزائر رياض محرز: لما كنت في لوهافر أتذكر جيدا أننا لعبنا أمام النادي أنجي، جاء لي مناجر النادي ورفع لي معنوياتي بقوله لي: لا أحد سيوقفك يا رياض مستقبل، عليك بالعمل. وبالفعل أخذت مقولة هذا المناجر ورحت أعمل وأكد وأسهر الليالي وفي التدريبات وفي العمل، وبالفعل وفقني الله لأن أصل ما وصلته إلى هذا الموسم. وختم قائد الخضر ختم قائد الخضر رياض محرز بحديثي عن أول أهدافه مع السيتي بقوله: كنت سعيدا جدا بأول أهدافي مع مانشستر يونايتد أم أهدافي مع مانشستر سيتي أمام كارديف سيتي. نشير أن رياض محرز كان قد سبق له أن توج أو ساهم بقصد كبير في تتويج فريق ليستر سيتي بلقب البريمير ليج، وهو اللقب الوحيد الذي توج به فريق الثعالب طوال مسيرته الكروية في البريمير ليج. نضع نقطة نهاية موضوعنا هذا، وكلنا أمل أن يواصل رياض محرز أدائه اللافت للانتباه، وأن يكون بالفعل المساهمة الكبير في تتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس أمم إفريقيا بالكاميرون والعودة بالتاج القاري، وبالتالي الاحتفاظ به للمرة الثانية على التوالي، وهو حلم كل الجزائريين الذي يراودنا كجزائريين لرؤية التاج القاري من جديد في الأراضي أو في جميع الولايات الجزائرية لنحتفل به جميعا. نضع نقطة نهاية موضوع اليوم، وإلى أن نلتقي في موضوع جديد. هو كريم ماضي يحييكم تحية حارة متمنيا لكم متابع ممتع لجميع حصصنا الرياضية، لكن لا تنسوا بالضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. وخير الكلام سلام.